السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعادة. طبعا كلنا سمعنا عن انتشار الرهيب للحالات تسمم في أسوان النهاردة الصبح، تزامنا مع الانتشار الرهيب لحالات التسمم. طبعا اللي جاي بأعراض زي الإسهال والترجيع بكميات عنيفة، لدرجة إن عدد كبير من الناس يعني حصل عندهم جفاف وبدأوا يدخلوا المستشفيات بأعداد كبيرة، وحالات يعني اضطرت إن هي تاخد محاليل. برضو في نفس السياق انتشر برضو رسميا في السودان، طبعا دي يعني طبعا ده معانا طبعا حدود مباشرة مع السودان، ورسميا يعني وزارة الصحة السودانية أعلنت تفشي مرض الكوليرا في السودان. طبعا مرض الكوليرا ده من أنواع العدوى اللي بتصيب الجهاز الهضمي، وبيجي بأعراض الإسهال والترجيع لدرجة ان هي تدخل العيان في جفاف شديد، ممكن تصل بيه لفشل كلوي حاد، وممكن تصل الى حالات وفاة لبعض الحالات اللي هي لما تكون الاصابة بتكون شديدة. طبعا هذه المرض ده بينتشر عن طريق الاكل الملوث، او وعلى وجه الخصوص المية الملوثة. خلاص الشاهد بس ان احنا نخلي بالنا الفترة اللي جاية ان اي طفل او اي حد عنده اسهال او ترجيع، طبعا دايما زي ما بنقول دايما باستمرار ان حالات الاسهال والترجيع اهم حاجه، ان انا اعوض طفلي بمحاليل الجفاف، مش ميه بس، اعوضه بمحلول الجفاف. واحنا قلنا كتير او على القناه هنا محلول الجفاف كتير قوي في السوق المصري، عندك الهايدروسيف، الاو ار اس، عندك ري هيدروزينك، ري هيدرين، كلها محاليل موجوده في الصيدليات. لما طفلك يجي له اسهال او ترجيع بنبدا مباشره ان احنا نجيب الاكياس دي، وانا قلت طريقه الشرح بتاعها قبل كده، بنجيب الكيس ونحطه على 200 سم ميه، ونبدا ندي طفلنا باستمرار بكميات صغيره على فترات قريبه من بعضها، بحيث ان انا اعوض طفلي. وقلت الطريقه مظبوط هنا، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع شرح ازاي ادي طفلي محلول جفاف في البيت. ولكن احنا نخلي بالنا الفتره اللي جايه ما نسكتش على اطفالنا، لان لو ثبت ان الوباء الكوليرا هو وصل مصر فهيبقى الموضوع صعب شويه، لانه مش زي روتا فيروس، مش زي النزلات المعويه العاديه، لا ده الموضوع بيكون اعنف، عدد مرات الاسهال بتكون اكبر، عدد مرات الترجيع بتكون اكتر، تطور الحاله بسرعه الى جفاف والتهاب حاد على الكليه بيكون اصعب. فيا ريت نخلي بالنا، واهم حاجه في المحافظه ان احنا النظافه يا جماعه اهم حاجه، لان طبعا هو بينتشر فقط عن طريق الايه؟ عن طريق التلوث. وان شاء الله هتكلم معاكم برضه فيديو تاني بعد كده نوضح فيه الايه؟ اي تطورات حديثه في الموضوع ده. المهم نخلي بالنا علشان نحمي نفسنا ونحمي عيالنا من الجفاف، لان ده هو يعني هو الاساس في التهاب الحاد للكلى او تطور الحاله ودخولها في مشاكل كبيره، هو ان انا ما اعرفش اعوض طفلي بالسوائل ومحلول الجفاف بصوره صحيحه. خلاص ربنا يحفظ مصر، وربنا يحفظ السودان، وربنا يحفظ الوطن العربي كله من اي مكروه، اللهم امين. دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وان شاء الله هنتكلم معاكم فيديو تاني نشوف فيه اخر التطورات اللي موجوده على الساحه الطبيه. دمتم بكل خير، والسلام عليكم.